الحوار الوطني هو حوار يستهدف جميع المصريين، فبالتالي احنا مستهدفين منظمات المجتمع المدني، الاعلاميين، رؤساء الجامعات والمراكز البحثيه، اعضاء مجلسي النواب والشيوخ، رجال الدين، الشباب من القوى السياسيه المختلفه، وغيرهم من فئات المجتمع المصري. في بدايه الحوار اعلن عن استقبال المقترحات والاوراق وطلبات المشاركه، وصل الينا 130 ألف استمارة ومقترح حتى الآن. هذا دلالة هذا الرقم أن الحوار الوطني كما قيل وبحق وبلغة اقتصادية أن عليه طلب، الحوار مطلوب. فالأهم أيضا أن جميع هذه الطلبات وجميع هذه المشاركات لم تقتصر على محافظة دون محافظة، إنما كانت من جميع محافظات الجمهورية. إذا حبيت ألخص الحوار الوطني في أرقام حتى الآن، فإحنا عندنا 21 عضو مجلس أمناء استقروا على تحديد ثلاث محاور للحوار، محور سياسي واقتصادي ومجتمعي، عقدوا 23 اجتماع، اختاروا 44 مقرر ومقرر مساعد بناء على المداولات ما بين الجهتين، تقرر إنشاء 19 لجنة هتناقش 113 قضية بواقع 250 ساعة عمل بالنسبة لمجلس الأمناء، وحوالي 2000 ساعة عمل لأعضاء الأمانة الفنية. حابب أيضا من نافلة القول أقول إن جميع أعضاء مجلس الأمناء هم من المتبرعون المتطوعون الذين لا يتقاضون أو لا يتمتعون بأي ميزة مقابل اشتراكهم في أعمال الحوار. والأستاذ ضياء رشوان بيتكلم على المية يعني. شكرا جزيلا. هو أنا يعني منشفين رئهم شوية يعني. بناء على ما تقدم، قد يظن البعض أن المحور السياسي هو المحور الذي كان عليه الطلب الأكثر في المحاور. قدام حضراتكم هذه الإحصائية، المحور السياسي حاز على 29% من الاهتمام مقابل 37% للمحور الاقتصادي و 34% للمحور المجتمعي. دي شريحة أكثر تفصيلا. لجان المحور السياسي أكثر لجنة كان عليها إقبال وطلب ومقترحات هي اللجنة المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة. فيما يتعلق بالمحور الاقتصادي، كان أكثر لجنتين عليهم إقبال وإلحاح لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، وكذلك لجنة العدالة الاجتماعية. فيما يتعلق بالمحور المجتمعي، فإحنا أكثر حاجة كان عليها طلب لجنة الثقافة والهوية الوطنية، وده يعكس رغبة المثقفين في المشاركة في الحوار الوطني. مرحلة الجلسات النقاشية، الجلسات بعد الجلسة الافتتاحية هتشارك فيها هذه الفئات: مقرروا المحور، مقرروا اللجنة، من يرغب من أعضاء مجلس الأمناء، ممثلون للأحزاب والتيارات السياسية المختلفة، خبراء، ممثلي جهات زي النقابات أو الجهات التي تناقش المسألة حاجة متعلقة بهم، وأيضا مقدمو المقترحات. الهيكل المقترح اللي توافق عليه مجلس الأمناء في المرحلة المقبلة إن إحنا هيبقى عندنا ثلاث أيام أسبوعيا ثابتين، الأحد والثلاث والخميس. الأحد لمناقشة المحور السياسي، الثلاث لمناقشة المحور الاقتصادي، والخميس لمناقشة المحور المجتمعي. نستطيع إن إحنا نعقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، ممكن يبقى فيه جلستين أيضا بالتوازي.